أيها السادة المشاهدون، مشاهدي برنامج قضية للحوار، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج قضية للحوار. اليوم نتحدث عن موضوع مهم جدا، موضوع يتعلق بالتعليم، والتعليم هو الأساس، أو التعليم هو البذرة التي منها تنهض الأمم. نتحدث اليوم عن التعليم الخاص في تشاد، أو خلينا نتكلم بلغة بسيطة كده. اليوم في مدارس، في ثانويات سواء بالعربي أو الفرنسي، في معاهد عليا، وفي جامعات أيضا، جامعات خاصة في تشاد. الكلام ده زمن كان ما في، لكن في الآونة الأخيرة ظهرت هناك في جامعات خاصة في تشاد، من ضمنها جامعة هيك تشاد وغيرها من الجامعات والمعاهد العليا الموجودة في البلد. نريد أن نعرف ظهور المؤسسات الخاصة في تشاد، السبب شنو خلى اليوم المؤسسات الخاصة تكثر في تشاد؟ هل أن التعليم العام أو التعليم التابع للدولة فشل في تلبية رغبات المواطنين، ومن ثم لجأوا إلى المؤسسات الخاصة، تأسيس المؤسسات الخاصة، ولا السبب كون المؤسسات الخاصة أو المؤسسات الخاصة تعلم وتخرج الناس بمجرد ما يدفعوا فلوس لأبنائهم؟ نتحدث حول التعليم الخاص في تشاد وأسباب انتشار المؤسسات التعليمية الخاصة، ونتحدث عن هيك تشاد كنموذج وغيرها من المؤسسات الخاصة بصفة عامة. المؤسسات الخاصة، كثير من الناس بيتحدثوا، أو بعض من الناس بيتحدثوا، كونه المؤسسات تبع للدولة أحيانا بتدخل في إضراب وجريف وسنة بيضاء، فلذلك بلجأوا إلى المؤسسات الخاصة. البعض الآخر بيقول لا، التعليم في المؤسسات التابعة للدولة هو الأحسن، هو الأفضل. البعض الآخر بيقول لا، التعليم الخاص هو الأفضل وهو الأسرع. والتعليم الخاص أو المؤسسات التعليمية الخاصة ده ما في تشاد بس، حتى في دول العالم الآخر، في الدول الجوارنا اليوم كثرت جدا. وتشاد أيضا هي أيضا تعيش في كوكب، ليست دولة بعيدة عن العالم الذي يحيط بنا. فلذلك نتحدث اليوم عن التعليم في المؤسسات الخاصة، وخاصة المعاهد العليا والجامعات، ومدى استجابتها لتلبية رغبات المواطنين. في البداية دعوني أن أرحب بضيفي في هذه الحلقة، وهما الأستاذ حجار مالا حجار، نائب رئيس جامعة هيك تشاد المكلف بالقسم العربي. أستاذ أهلا وسهلا بك. أولا مرحبا بك أستاذ علي فاضل، ومرحبا بكل مشاهدي برنامج قضية للحوار. ولو سمحت لي، يعني أنا أود أن أهنئك تهنئة خاصة بالحلقات التي سجلها هذا البرنامج في إخواننا في المملكة العربية السعودية، وربط أبناء تشاد بوطنهم وبلدهم. صراحة تابعنا هذه الحلقات بترقب شديد، وفهمنا ما كان يجب فهمه على طوال السنين، وربما هذا يعني سبق إعلامي تهنؤون عليه. وأيضا أنا أريد أن أقول بأن التشاديين الموجودين في المملكة العربية السعودية، أنا دائما أقول هذا الكلام، برغم بعدهم عن الوطن، لكن الوطن حاضر دائما في مشاعرهم وفي أحاسيسهم. أنا أشعر بأنهم يعني لديهم وطنية صارخة جدا. فشكرا كثير في الحلقات التي سجلتها معهم. شكرا. ومرحبا بك. شكرا. هو برنامج قضية للحوار هو برنامج الأمة التشادية سواء في داخل البلد أو في خارجها. الضيف الثاني في هذه الحلقة وهو دكتور وإنسان تربوي من الطراز الأول. طبعا أنا لا أتحدث عن شخصه لأنه موجود أمامي، الدكتور عبد الهادي أحمد عبد الكريم، مدير الشؤون الأكاديمية بجامعة جمينة. أهلا وسهلا بك دكتور. مرحبا الأخ علي فاضل، أرحب بك في رحاب برنامجك الشيق قضية للحوار، وأرحب بالفضائية التشادية. هذا البرنامج المميز حقيقة، والذي يعالج قضايا وطنية وبصورة عامة. جميل. أرحب أيضا بالإخوة المشاهدين. تمام. طبعا الموضوع موضوع شيق وموضوع جميل جدا، وموضوع يتعلق بالتعليم. طبعا من غير تعليم ما في أمم، ومن غير تعليم ما في نهضة. أن احنا نتحدث اليوم عن التعليم،
أستاذ حجار ما له حجار بصفتك نائب رئيس جامعة هيكتشات المكلف بالقسم العربي جامعة هيكتشات الخاصة في نعم. جامعة هيكتشات كان زمان معهد هيكتشات وفجأة شفنا اتحولت من معهد إلى جامعة. كلمنا السبب شنو سبب تحويل الجامعة من معهد إلى جامعة ومن ثم الفرق بين أن تكون معهدا شنو وأن تكون جامعة شنو؟ شكرا لك. أولا يعني جامعة هيكتشات المعروفة سابقا بالمعهد العالي للدراسات الاقتصادية والمحاسبية والاتصالات معهد جامعي. منذ تأسيسها تم تأسيس المعهد على أنه معهد جامعي متخصص في هذه العلوم التي ذكرتها. وهيكتشات عمره الآن جامعة ومعهد 14 عاما، يعني تم تأسيس المعهد الجامعي في العام 2003. الآن يعني كلمة التحويل هي جميلة، لكن لو سألتني أنا أقول لك أن هذا التتويج لمرحلة يعني هيكتشات استوفت الشروط التي تجعلها جامعة في وقت مبكر من الآن. وحتى الترخيص الذي حصلنا عليه من وزارة التعليم العالي هذا أتى لتقييمهم للجهود التي قامت بها هيكتشات كمؤسسة تعليمية متكاملة، استوفينا كل الشروط، وبالتالي نحن أكملنا هذا البنيان الذي بدأ نصير جامعة. أنا أعتقد أن هذا تقييما الجهات، يعني الدولة لا تمنح هكذا التراخيص جزافا أو بدون، فحينما استحقينا هذا الأمر. وبالمناسبة الترخيص من العام 2007، يعني ترخيص ما السنة؟ ليس هذا العام، لكن نحن انطلقنا، الانطلاقة كانت هذا العام، وطبعا للتجهيزات وكذا، لفتح أقسام جديدة، لفتح منافذ جديدة. ونحن الآن يعني الآن لو تلاحظ عدد الطلاب الممتحنين للشهادة الثانوية في بلدنا يعني بفضل الله يزيد سنة بعد سنة، فهذه الآلاف الكثيرة من الطلاب إلى أين يتجهون؟ فبالتالي نحن الآن كأننا نوفر هذه الفرصة لأبنائنا في تشاد ولحتى الدول الجوار. كما تعلم نحن نعيش أيضا في فضاء إقليمي السماك، فيه تكامل، فيه تعاون، فالتعليم في النهاية خدمة للبشرية والخدمة للإنسانية. جميل. نحن لما ننتقل من مرحلة المعهد إلى مرحلة الجامعة، انتقال من مرحلة إلى مرحلة أو انتقال من تسمية إلى تسمية، خلينا نقول زمان هيكتشات خرجت حوالي 1900 شخص. نعم. الآن في سوق العمل. نعم. جميل جدا. لما الآن من 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 معهد هيكتشات تنتقل إلى جامعة هيكتشات، شنو الميزة التي تدخلها؟ شنو الميزة الجديدة بين المعهد والجامعة؟ أكيد ميزة كبيرة جدا. الجامعة أشمل وأرفع وأوسع. يعني في فرق ما بين الشهادة من المعهد، يعني مثلا الشهادة من المعهد الآن حينما كان المعهد يجري اتفاقيات تعاون بينهم وبين الجامعات الأخرى في داخل البلد، يعني احنا جرينا كمعهد اتفاقيات تعاون كانت مميزة بين جامعة جمينة بين جامعة الملك فيصل. فالشروط حينما تكون بين جامعة ومعهد ما بيكون في ندية، يعني بيكون دائما هناك شروط إضافية تضاف لنا. جميل. لكن الآن نحن جامعة ونجري معاهداتنا واتفاقياتنا وفقا لهذا المنح الجديد أننا جامعة. وبالتالي الجامعات يعني كلمة الجامعة هي أشمل. صحيح. يعني الآن ممكن نحوي كل التخصصات، يعني المسألة ربما تكون محصورة بمسألة الإمكانيات، يعني يمكن نفتح المجالات التطبيقية، المجالات التقنية، نضيف مجالات كثيرة يمكن تكون فيها حوجة ماسة. جميل. فالآن الجامعة تتيح لنا. جميل. الجامعة تتيح فرص جديدة جدا. نعم. إتاحة الفرص أو كمان خلي حتى قيمة الشهادة، لأن الشهادة الخارجة من معهد تختلف عن نعم شهادة. صحيح. الجامعة. صحيح. لأن شهادة المعهد لا يمكن قبولها في بعض الجامعات لأن عاملوها معاملة خاصة ده معهد. نعم. أما الجامعة تقبل في الجامعة. في إشكالية. نعم. إشكالية أن إحنا عندنا طلاب في معهد هيكتشات القديم. نعم. وصلوا إلى
السنة الأخيرة، السنة دي بس يتخرجوا، والسنة دي فكروا بس لقوها مكتوب فوق جامعة، هل دول مباكر كانوا يتخرجوا في شهادتهم ندوهم جامعة ولا دول نخلوهم في المعهد القديم لأن هم دول عاشوا فترتين مخضرمين؟ تقريبا هذه الأشياء بتخضع حسب اللوائح والقوانين. نحن يعني دائما نؤكد بأننا في جامعة هيكشات ملتزمين التزاما قاطعا بكل قوانين ولوائح وزارة التعليم العالي التي منحتنا وخولتنا هذا الترخيص، فلذلك نحن لن نستطيع أن نقوم بأي عمل مخالف للوائح والقوانين. فإذا كانت القوانين المتاحة وهذه أشياء فنية يعني ولدينا دائما الأمانة العامة هي مسؤولة عن هذه الأشياء الفنية المرتبطة بأنهم يتخرجون بمعهد أو بكذا، فبالتالي الغالب أن الذين تخرجوا العام الماضي بليسانس قبل العام 2016 فبيتخرجوا بالنظام المعهد الجامعي وأيضا شيء مهم جدا أنا أيضا أود أن أقول أن هذا الكلام، نحن كذلك ملتزمون بالنظام التعليمي العالي نظام LMD أو نظام التعليم الملكاسي الأفريقي اللي هو ضمن شروط الكاميس، نحن كذلك نعمل وفقا لهذا النظام. ووزارة التعليم العالي مشكورة حينما خولتنا هذه المراسيم للعمل فأيضا طلبت مننا أن نلتزم. جميل، نرجع لك في سنة الحديث الدكتور. دكتور طبعا أنت قاعد تسمعنا، أننا خليناك لفترة طويلة الدكتور بيتكلم فيها حول هيكشات، ده كنموذج من المؤسسات الخاصة اليوم الموجودة في تشاد. اليوم كثرة المؤسسات الخاصة في تشاد سواء السنوية أو الجامعية، بوجهة نظرك شنو السبب اللي خلى اليوم المؤسسات الخاصة تكون كثيرة في البلد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بخصوص الانتشار الواسع للمؤسسات التعليم الخاص له عدة أسباب. أول هذه الأسباب هو يعني عدم توفر المؤسسات التعليم العالي في كل قطاع يعني في ربع البلاد. إذا أخذنا العاصمة الآن وزعناها حسب التقسيم ما بنجد أن المؤسسات التعليم العالي متوفرة، وخاصة الثانوية. العاصمة توسعت ولم تجد هناك مؤسسات يعني حكومية تستوعب الطلاب. هذا بالنسبة للتعليم العالي حقيقة هناك إشكالية كبيرة، لأن من ضمن الأسباب كما تعرف وهذا أيضا الثاني وأيضا يشمله أنه مسألة تأخر الرواتب، تأخير الرواتب أدى إلى ماذا نسميه عدم جدية في العمل، تباطؤ من قبل المعلمين وتسيب وإضرابات أيضا شلت حركة التعليم في مؤسسات التعليم العالي، مما أدى إلى أن البرنامج نفسه لا يمكن أن يكمل، وأكبر دليل الشهادة الثانوية لا يكمل. لذلك رغبة في حرص الطلاب على التحصيل العلمي آبائهم يعني يقبلون إلى مؤسسات التعليم الخاصة. هذه من ضمن أهم الأسباب. أيضا من ضمن أهم الأسباب الأخرى العددية الكبيرة لحملة الشهادة الثانوية، هذا بالنسبة للجامعات الخاصة. الطاقة الاستيعابية، التخصصات، هذه أيضا تفرض أحيانا من أن لا توجد في يعني مؤسسات التعليم العالي يعني العامة، لذلك الناس يتجهون نحو التعليم المؤسسات الخاصة. هذه من ضمن أهم الأسباب. نعم، إذا كان قلنا اعترضنا بها دي أسباب الخلت المؤسسات الخاصة تنتشر في البلاد، من ضمنها أنت قلت عدم توفر المؤسسات العامة في جميع البلاد أو في جميع الأحياء وخاصة في العاصمة، جمعنا لأن العاصمة اليوم توسعت، ما فيش مشكلة كونه في مؤسسات خاصة تكون موجودة. في فترة من الفترات الحكومة قررت كون إغلاق بعض المؤسسات الخاصة وخصوصا الثانويات. أنت شايف الانتشار الأكبر للمؤسسات الخاصة في البلاد ده هو مؤشر إيجابي ولا سلبي؟ أنا لا أقول مؤشر إيجابي. لماذا؟ لأن هذا الانتشار جاء نتيجة انفتاح غير طبيعي أحيانا، لأن المؤسسات الخاصة أحيانا لا تستوفي الشروط، خاصة الثانويات لا تستوفي الشروط، لأن هناك مواصفات لابد أن تكتمل في بناء مؤسسة تربوية. أهم شيء الموقع، المرافق، الأستاذ المؤهل نفسه، هذه مشكلة كبيرة جدا. المنهج الذي يدرس، هذه كلها مشكلة كبيرة جدا. لذلك المشكلة الكبيرة في المؤسسات الخاصة الآن هي بدأت تتجه
نهوة اتجاه تجاري أكثر منه تعليمي. فهذه المشكلة، وأنا مشكلتي معها في بداية العام وفي نهاية العام. يظهر أن هناك يعني ماذا نسميه إعلام مضخم في بداية القبول. تشعر كأن هذه المؤسسات تجارية تريد أن تستميل تستوعب الناس. تستوعب الناس، تقول أن نحن عندنا نوفر كذا وعندنا يعني كذا من الميزات ونضمن مستقبل لأبنائكم وكذا وكذا وكذا، تستجلب. ثم في نهاية العام التقويم يكون هناك مشكلة. أنا سمعت بأن مؤسسة ثانوية يعني نجح طلابها بنسبة 100%. هذه مشكلة كبيرة. 100% نجاح. 100% نجاح. هذا الكلام لا يستقيم لا عقلا ولا تربويا. لذلك يعني ممكن يعني إذا قلنا أن نجاح 100%، أين الفروق الفردية؟ والكمال لله. أين الفروق الفردية؟ هذه مشكلة كبيرة جدا. لذلك نحن يعني هذه المعاهد مع تقدير جهودها جاءت سدت نقص حقيقة وساهمت، ولكن هناك كل عمل له يعني بشري له يعني نقص. هذا الجانب الذي نأخذ مآخذ تؤخذ على المعاهد الخاصة. يعني 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 هناك في ثانويات بتنجح الناس 100%، وده الكلام ده خطأ. في المفترض على الأقل كده 98 حتى ولو اعتبرناه معقول. يا أخي علي، طلاب 30-40 كلهم بنفس المستوى. صحيح. نفس الفهم، نفس الذكاء. أين علم النفس؟ أين الفروق الفردية؟ يعني كلام ده ممكن، يعني إذا كان بهذه الطريقة خلاص هنؤدي كل سنة ما نمجر الامتحان، ما عنده معنى. خلاص نقول هذه 100% تمشي على طول. الدراسة ليست يعني الطلاب ليسوا مسافرين في حافلة. صحيح. كلهم ينزلوا في مكان واحد، لا، لابد من أنه يعني محطات ومستوياتهم تحكم. صحيح. ومفاهيمهم تحكم ووسائل التقييم تحكم وهكذا. كلام دكتور كلام خطير جدا وكلام محتاج إلى تحليل. أستاذ حجر، بالنسبة لك أنت نائب رئيس جامعة هيكات الخاصة، خلينا نخوضنا الخاصة دي عشان حتى نفصلها. ما هي هيكات عامة؟ ما في، ما هي نقول هيكات معروفة خاصة خلاص، ما إذا كان الاسم مفرد ده بتن لا 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 يحتاج إلى أن نفصلها. يعلم الناس أنها جامعة خاصة. جامعة هناك. الآن أنت ستسألني عن الفرق بين العام والخاص. لذلك بالنسبة لشروط القبول في معهد هيكات أو معهد هيكات قديما أو جامعة هيكات حديثا، خليها جامعة هيكات، شروط القبول شنو؟ لا أبدا، نحن الآن وكما ترى، وهذه مسألة مهمة نحن نقولها لكل المشاهدين ولكل طلاب العلم، كما تعلم الآن يعني الشخص الحاصل على درجة الدكتوراه الآن إذا حدثت أي مشكلة يطالب بشهادة ثانوية. صحيح. نحن كما أن شرط الصلاة الوضوء، فنحن من شروط التقديم عندنا أول شرط مهم جدا هو الحصول على الشهادة الثانوية التشادية أو ما يعادلها. الباك. الباك ده بالنسبة للناس الموجودين هنا الآن، بفضل الله يعني الآن داخل تشاد حتى الآن في شهادات ثانوية أجنبية كانت موجودة يعني بالذات في القسم العربي. صحيح. الأزهر الشريف موجود، كانت الشهادة الثانوية العالمية، الصداقة السودانية التشادية، فنحن الشهادة الثانوية. أيضا هناك تشاديين ولدوا وظروف حياتهم كانت خارج تشاد يأتي من ليبيا يجينا بشهادة ثانوية من ليبيا. الثاني هي الأشياء الطبيعية مرتبطة بشهادة البراءة، يعني ما يأتينا أشخاص مجرمون أو كذا أو كذا. اللياقة الصحية كذلك شرط، يعني الشخص يكون، لأن هناك بعض الأمراض المعدية، يعني نحن أحيانا ما الشخص المريض يعني مثلا لا يقبل، لكن نعرف وضعه الصحي. ما هو خلينا نتبع الشروط، لأن في بعض الأمور ده أنا ذاتي اللي فيها نقطة استفهام. صحيح. كشهادة البراءة وشهادة الصحة دي في كاد الآن بنطوها لأي واحد، شهادة البراءة كتلكله بنطوك شهادة براءة، شهادة الصحة مرضى الراجل في البيت كل أخوك بمشي بجيبها، دي خلينا منها، دي كأمور روتينية بس. أها. بالنسبة للمرحلة المرحلة الجامعية، يعني كتابة طلب بخط اليد وإحضار الشهادة الجنسية حتى نعرف الطالب الجادي من الطالب الأجنبي. هذه هي شروطنا. تمام. الشروط اللي انت ذكرتها دي كلها شروط أساسية، كونه يكون عنده شهادة ثانوية جادية أو ما يعادلها من الشهادات، الصحة، وأن يكون إنسان بري ما مرتكب جرائم. كلام جميل جدا. وعند الخطاب اليدوي،
حاليا انتوا عندكم شهاده ثانويه ايضا، انا شايف عندكم خصم للشهاده الثانويه او الثانويه كعندكم. نعم، مجموعه هيكشات الان، هيكشات هي منظومه تعليميه يعني من الروضه حتى الجامعه بفضل الله، لكن الاساس كان هو المعهد الجامعي. يعني الثانويات يعني تلبيه لسوق العمل، تعرف ان بالذات الثانويات كانت فيها ازمه كما ذكرنا الدكتور عبد الهادي، يعني المدرسة الثانوية اقرأ هيك جات اسمه هكذا اسمها اقرأ مستقلة، يعني إدارتها مستقلة تماما. وأنا هنا بصدد الحديث عن القسم عن الجامعة وعن القسم العربي. تمام، جامعة هيك جات بصفة عامة، جامعة هيك جات بصفة عامة، الآن المشاهد داير يفهم منك حاجة، يعني جامعة هيك جات الآن المراحل التعليمية الموجودة فيها من مرحلة ألف إلى مرحلة ياء، ممكن تحدثنا عن المراحل الموجودة فيها؟ طيب، الآن نحن نمنح مرحلة الليسانس في المرحلة الجامعية. دي المرحلة الأولى اللي هو الليسانس. الليسانس اللي هو عبارة عن 3 سنوات حسب نظام LMD وحسب نظام المجلس الأفريقي الملاجاسي، ثم بعد ذلك مرحلة الماستر اللي هي بشقيها الماستر A والماستر D. وأما مرحلة الدكتوراه زي طبعا لديها شروطها ولها أيضا حينما نستوفي الشروط إن شاء الله ستكون متاحة، لكن الآن الموجود من المرحلتين الليسانس والماستر. يعني ماستر إيه ماستر دي حسب نعم موجود. نعم، منذ في جامعة منذ أن كان معهدا، يعني نحن عندنا الماستر إيه والماستر دي في العلوم التجارية. الآن في كل التخصصات التي فتحناها في مرحلة الليسانس هي مستمرة معنا. تمام، أساساً نستطيع أن نقول جامعة هيكشات أو مؤسسة هيكشات عندها روضة للأطفال، عندها مدرسة ابتدائية إعدادية ومدرسة ثانوية والجامعة، اكتملت الصورة. جميل، في القسم العربي هو ده اللي يعنينا واللي يعنيك وحاليا انت على راس القسم العربي، حدثنا عن القسم العربي وشنو المتاح فوق، الاكلات الوجبات المتاحه فوق. هذا سؤال مهم جدا، وانا اربطه بسؤالك الاول في الحلقه اللي هي متطلبات سوق العمل. نحن حينما قلت لك ان هيك تشاد اخرجت اكثر من 1900، هؤلاء تخرجوا من هيك تشاد في تشاد وغيري تشاد، ليس كلهم طبعا انا لا ادري، لكن هؤلاء الذين تخرجوا من الجامعه. الان المؤسسات التعليميه هي مسؤوله عن تقديم خدمه التعليم المواكب والمتطور، ونحن صراحه نسعى لهذه الجوده ونسعى للتطوير حتى نستطيع ان نقدم مخرجات. الان لو سالتني الان المشكله، يعني كل شخص الان يتحدث عن المخرجات وعن مشكلة البلد بشكل عام. إذا نحن نريد أن نقدم مخرجات فعلا يكونوا قادرين على مجابهة سوق العمل بشجاعة وبقوة، ويستطيعوا إن كانوا موجودين في أي مكان يكونوا مؤثرين. هذا لن يتأتى إذا كنا نقدم تعليم غير مواكب وغير جيد وغير قوي. لذلك نحن نسعى إن شاء الله عبر الجهات المختصة في الجامعة في تطوير المناهج، في المواكبة، في معرفة سوق العمل في كذا. لذلك الآن حينما أصبحنا جامعة، الآن أصبح لدينا أكثر من تخصص. الآن يعني قديما كان عندنا التخصصات المرتبطة بالعلوم التجارية فقط تقريبا. الآن بفضل الله يوجد ليسانس في يوجد تخصص في الحقوق، يوجد تخصص في العلوم السياسية، يوجد تخصص في العلاقات الدولية، ولأول مرة نحن فتحنا تخصص تطبيقي تقني اللي هو IT Information Technology اللي هو تقنية المعلومات لحملة الشهادة الثانوية العلمية العربية. أيضا في الصحافة والإعلام، في العلاقات الدبلوماسية، في الفندقة والسياحة، أعتقد أن هذه كلها بالإضافة إلى العلوم التجارية أصلا هي يعني العشق القديم للجامعة إن صح التعبير. الإدارة والمحاسبة والبنوك والتمويل، يعني هذه كلها أدخلناها في اسم العلوم التجارية اللي هي بتشمل لنا العلوم الاقتصادية والإدارية والمحاسبية والمالية اللي بتشمل البنوك والتمويل. فالآن أعتقد أن هذا بيكون إضافة
للطلاب الراغبين نحاول أن نلبي التنوع الذي يحدث. وأنا أعتقد أن الساحة محتاجة للمؤسسات العامة ومحتاجة للمؤسسات الخاصة حتى نكمل بعضنا بعضا وتكتمل الصورة بهذه الجزئيات. جميل جدا. نعم. بالنسبة لقسم القانون، القسم العلوم السياسية. نعم. العلوم السياسية باللغة العربية حاليا في جامعة هيكات موجود؟ نعم، الآن سجل الطلاب والآن بدأوا الدراسة من يوم 16 أكتوبر 2017 السنة الأولى ليسانس القسم العلوم السياسية التخصص العلاقات الدولية. جميل دكتور، المؤسسات الخاصة، عندما نتحدث عن المؤسسات الخاصة ونركز الحديث حول المؤسسات المعاهد العليا والجامعات وجامعة هيكشات كنموذج من أن يقولنا، والمؤسسات الخاصة من المشاهد إنها موجودة في العاصمة جمينة، مش موجودة في الأقاليم الثانية، ونحن عندنا 23 إقليم، يعني عندك 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 صار عندك مندو عندك بشة عندك فيا عندك دي كلها. ليه السبب اللي بيخلي المؤسسات الخاصة تركز في العاصمة الجمينة بس الناس اللي موجودين في المناطق الثانية ليه ما لهم حظ من هذه المؤسسات؟ لهم الحظ لابد، لأن قلنا أن المؤسسات الخاصة ضاعت لتكمل مسيرة المؤسسات. صحيح، وهناك تكامل حقيقة بالنسبة للأقاليم، لها أيضا دور يعني، وطلاب لهم حقوق، لكن المشكلة النظرة المادية. النظرة المادية، هل الآباء التلاميذ أو الطلاب أقصد في الأقاليم لهم الإمكانات بأن يستطيعوا أن يدفعوا هذه الرسوم؟ هذه المشكلة. الشيء الثاني مسألة يعني توفير البيئات، توفير البيئات، هل يعني يستطيعون يوفرون بيئات كما هو موجود الآن في جمينة؟ في جمينة. الشيء الثالث العددية، هذه مشكلة. هل الطلاب الملتحقين بالكمية هذه الآن في المعاهد الخاصة في جمينة يوجد مثل هذه؟ للعلم أن المعاهد الخاصة لها نظرتها الاقتصادية أيضا والجانب الربحي أيضا. صحيح، لأنها أيضا يعني لها هذا الجانب. فهذه هي الأسباب، لأن عندما يؤسس إنسان مؤسسة أو معهد خاص ينظر إلى المردود. صحيح، لأن هي الهدف منها مؤسسات ربحية أكثر، ربحية أكثر منها يعني. فلذلك إذا كان يعرف تماما أنه يدخل في خسارة مسبقا فلا يمكن أن يسمي مثل هذا المشروع. تمام جدا. في 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 بعض الناس قيل إن الناس اتجهوا للمؤسسات الخاصة لأن المؤسسات الخاصة تنجح أحيانا الطلبة بغير جدارة، فلذلك أنت بالدور صغيرك بنجح عشان ما بتدور برسوم، والمؤسسات العامة فيها مدرسين بيتقاضوا رواتب من الدولة ما همهم، انت ما جيب حاجك ما بنجحوك. المؤسسات الخاصة بتنجح الناس عشان سنجازات ايضا يجوا، ما ينفعش انت تسجل صغيرك تدفع عليها 20-30 الف ويقعد في نفس المكان. والله بصراحة انا سمعت مثل هذه يعني الاشاعات، ما ادري انا، او مثل هذه المقولات، انا سمعت هذا الكلام، ونحن نحسن الظن بالإخوة. صحيح، الذين أسسوا الثانويات خاصة والمعاهد وكذا، لكن يعني كما يقال إذا كان الخبر يأتي بتواتر، إذا كسر المخبرون قوي الخبر يفتح الباب. لذلك حقيقة التسابق نحو المعاهد الخاصة والجري وراء هذه يفتح باب. لذلك شوف يعني أنا أقول لك كلمة واحدة، في التعليم لا تنفع المجاملة. في التعليم لا تنفع المجاملة. يمكن أن نتجه نحو يعني خصخصة الشركات التجارية، لكن لا يمكن أن نجرؤ في خصخصة التعليم. هذا ضروري جدا، لذلك لابد أن نفرق. إذا أنت قلت لأن ابني نجح ممتاز وكذا وكذا، ولكن في الحقيقة ما عنده ولا خبرة ولا يستطيع أن يواكب في سوق العمل، ولا عنده جدارة ولا كفاءة ولا تم تكوينه بالصورة المطلوبة. لذلك هذا السؤال الأخ علي يجرنا الآن نفرق بين وضع المؤسسات العامة والخاصة. أنا شخصيا بقناعتي الشخصية وبخبرتي الطويلة في مجال المؤسسات التعليمية بتدريسي في المراحل الابتدائية إلى الجامعة، لا أرسل ابني إلى المدارس الخاصة. لماذا؟ لأن أرسل ابني المدارس العامة لأنني أضمن أن هذا يدرسه شخص معد، لأن مؤسسة التعليم العامة تابعة للحكومة والذين يدرسون فيهم يعدوا إعداد تربوي. هذا يعني لا شك فيه.
لكن ممكن في بعض الناس ممكن تعترض على هذا الكلام دكتور، لأن حتى التعليم العام التابع للدولة أيضا اليوم أثبت فشله، أثبت فشله بمعنى في ناس بوظفوهم في مدرسين، في ناس بوظفوهم مدرسين لكنهم حتى جمل ما بقدروا بكتبوها صحيحة، ودول الآن موجودين كثيرين جدا. الآن الصغير اللي بدرس في سنة رابعة ابتدائي، رابعة ابتدائي ما بقدر حتى بكتب جملة واحدة صحيحة، حتى أحيانا قد تكون حتى الكلام المكتوب أمامه ما بقدر بقري. يعني لو قارنا مع ناس زمان ده إنسان بقري سنة رابعة ده، لا ده إنسان خلاص يعني توفى يعني. اليوم حتى المؤسسات العامة التابعة للدولة أيضا ما قدر أثبتت وجودها وأثبتت جدارتها حتى نستطيع أن نقول كونه هي أفضل من المؤسسات الخاصة. نعم أفضل، أنا الأفضلية هنا في أننا نضمن بمنهج معين، إشراف معين، يعني أساتذة تم إعدادهم لهذا الغرض. لكن مسألة ذكرتها هي مسألة تدني المستوى، وتدني المستوى عالمية، عملية عالمية، ظاهرة عالمية، هذه ظاهرة عالمية، لا نستطيع أن نقول أن هي خاصة بمسألة التعليم العالي أو في شات أو في كذا وكذا، هي مسألة عالمية. الآن تدني هذا نعاني منه، يعاني منه كل المؤسسات، تعاني منه الدول والأنظمة التربوية والأنظمة التعليمية، وهذه مشكلة كبيرة جدا. لكن الحقيقة أن المؤسسات التعليمية العامة فيها الخير الكثير حقيقة، لكن الأسباب التي ذكرتها والتي نكررها من أن عدم يعني التزام، واضح الكلام، عدم توفر، واضح الكلام، الرواتب وعدم كذا، هذا الاستلزامات، هذه الذي الأسباب. المدرس في ثانوية يضطر أن يتعاقد أحيانا مع مدارس خاصة صحيح ليلبي رغبات صحيح الأسرة واحتياجاته، فهذه المشكلة. وأحيانا الناس في بعض الناس في بعض الناس في ملاحظة بتقول لك المدرسين اللي بيدرسوا في المؤسسات الخاصة أو الاتبليسمات بريفي، الناس اللي بيدرسوا فوقها أحيانا بيكونوا ملتزمين أكثر. ليه؟ لأنه عند تعاقد مع المؤسسة، والتعاقد ده مؤسسة تجارية، لو ما أدى عمل ما ممكن يلاقي رتبة. أما الموظفين في الدولة هو بعرفه كده كده، سواء درس ما درس كله ما دام فنسنر ده آخر الشهر بيشيل قروشة، فدي ذات أيضا من السلبيات التي تنسب إلى موظفي الدولة أو الموظفين المدرسين التابعين لمؤسسات الدولة، دي ظاهرة أيضا سلبية. أنا هنا خلينا نستنتج كده من الكلام اللي بنقوله، ما أقدر نستنتج الزبدة كده، المؤسسات العامة والمؤسسات الخاصة شنو القاسم المشترك بين المؤسسات العامة والخاصة، وممكن نقول شنو الفرق اللي بيميزهم كونه بيميز بين المؤسسة العامة والمؤسسة الخاصة، أكبر الفروقات الملاحظة. الفروقات الملاحظة أن المؤسسات العامة حقيقة يعني تبنى بمواصفات معينة، تمام، بمساحات، تمام. أنا صدقني قبل أسبوع مررت بالشارع، فبعد السكن في مسافة وجدت يعني في شارع ضيق جدا مكتوب ليسيبلانك ليسيبلانك، استغربت مساحة ضيقة ليسيبلانك في هذا المكان، حتى روضة يعني لا يمكن، ما يمكن بهذه الطريقة صحيح. يعني الليسي ثانوية يا أخي لها مواصفات صحيح، هذه مشكلة كبيرة جدا. لذلك أشوف الآن يعني انتشارها في أماكن غير هذا يرجع لأن المؤسسات التعليم العالي أقصد العامة حقيقة هي بنيت لهذا الأساس صحيح. ولكن يعني كما ذكرنا مسألة التأخير، الآن الرواتب إذا انتظمت الحمد لله الآن في كل شهر 25، واضح الكلام، إذا يعني في المستقبل البعيد المعلمين في مؤسسات التعليم وجدوا مقتضاهم يكون أداؤهم أفضل. تمام أداؤهم. نتمنى ذلك إن شاء الله. أستاذ حجار مال حجار، جامعة هيك تشاد أثبتت نجاحها ما شاء الله، جامعة هيك تشاد خرجت ناس تقريبا يعني تقريبا الألفين 1900 ما خلاص تقريبا الألفين، عندكم ناس الحساب ما عندكم تقريبا العدد ألفين، عندكم 2000 شخص الآن خرجت هيك تشاد، ودول موجودين في سوق العمل، في بعض منهم موجودين في البنوك وبعض منهم موجودين في الوزارات، ده ما شاء الله كلام جميل جدا. لكن انتوا ليه بتركزوا في العاصمة الجمينة وانتوا عندكم أقاليم موجودة؟ هل عندكم أي فكرة مشروع ممكن لفتح أقسام لهذه الجامعة الفتية، الجامعة الناجحة في الأقاليم أو في الخارج، حتى ممكن الناس تستفيد منه أكثر؟ نعم طبعا، أنا أريد أن أؤكد على حقيقة مهمة للغاية، وهو أن التعليم خدمة قبل أن يكون استثمار، وهذا من المجالات التي يحتاج إلى أخلاق
يعني كما ذكر دكتور عبد الهادي وهو رجل تربوي خبير في هذا المجال، يعني من المجالات التي لا تقبل المجاملة على وجه الإطلاق. فبالتالي نحن الآن نأخذ في همنا كل شخص موجود داخل البلد وحتى في الدول الجوار الصديقة والشقيقة في دول السماك وغيرها. نحن نريد أن خدمة التعليم هذه تصل لكل الناس. الآن في أشخاص ممكن يكونون بعيدون نوعا ما عن العاصمة، لكن هناك وسائل الآن حديثة وهي قيد الدراسة، وربما اكتملت اللي هو فكرة التعليم عن بعد أو التعليم عن طريق الانتساب، يعني معمول بها في كل الجامعات، في بعض التخصصات صحيح يعني معقدة حضور الطالب ووجوده فيها ممتاز جدا، لكن نحن في هيكات نفكر في التعليم عن بعد ليس فقط للطلاب التشاديين الموجودين في الأقاليم، بل نحن نفكر في الطالب التشادي، الإنسان التشادي الموجود خارج تشاد. خارج تشاد. نعم، هذه مسألة تعتبر بالنسبة لنا مهمة جدا، لأن في كثير من الدول يعني الطلاب التشاديين لا يسمح لهم بأن يدرسوا، أو الدولة قوانينها قد لا تسمح للأجانب في كل التخصصات، لذلك هؤلاء أيضا نحن نضعهم نصب أعيننا بشكل خاص جدا. وربما يعني أقول لك بالذات يعني نحن في جامعة هيك تشاد نفكر في الإخوة الموجودين في التشاديين الموجودين في المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، كميات كبيرة جدا من حملة الشهادة الثانوية، وتقريبا أنا وجدت هذه المعلومات حتى عبر برنامجك يعني في قضية للحوار، كنت مستضيف أحد المدراء السابقين للمدارس الجالية هناك، فآلاف من الطلاب والناس في حيرة إلى أين يتجهون. فنحن الآن يعني بإذن الله تعالى سنسمح للتشادين الموجودين بالمملكة العربية السعودية ونفتح لهم خدمة التعليم عن بعد حتى يواصلوا على منهج بلدهم وطريقة تعليم بلدهم، وحتى إذا أتوا بالشهادة في النهاية يعني تشاد هي البلد والموطن الأساس الذي يعودون فيه، وحسب الاستطلاعات كلهم يتمنوا أن يأتوا ويعملوا في تشاد، أنا حسب الاستطلاعات رأيتها في جدة وغيرها. فبالتالي كون الشخص يرجع إلى بلدي وهو يحمل شهادة بلدي فهذه أسهل في عملية التعرف، وأسهل في عملية الاندماج، وأسهل في عملية القبول بالنسبة للمؤسسات. لذلك نحن نضع يعني الموجود داخل تشاد ممكن تكون في خدمة التعليم عن طريق الانتساب، الموجودين في الخارج إن شاء الله يعني نقدم لهم خدمة التعليم عن بعد بإذن الله تعالى. جميل. يعني حاليا جامعة هيك تشاد عندها مشروع كونه تفتح الدراسة عن بعد، وخصوصا للطلاب التشاديين اللي عندهم حملة الشهادة الثانوية الموجودين في المملكة العربية السعودية. نعم. تمام، ده مشروعكم كونه تفتحوا أقسام أو تفتحوا مجال للناس الدائرين بدروس عن بعد أيضا يدرسوا يتعلموا. نعم. هل ده موجه للطلاب السعودية فقط، ولا عندكم تفكير ممكن تتسع رقعة التعليم؟ تتسع، لكن السعودية لها خصوصيتها. يعني التشاديين الموجودين في السعودية، يعني هذا أنا الشعور الخاص وربما تقاسموني هذا الشعور أو لا، أنا أعتقد أن تشاد ما غابت عن خاطرهم لحظة. يعني تشاد موجودة في تراثهم، في كلامهم، في زيهم، في كل شيء. يعني يتحدثون عن هي ظروف ما للبحث عن لقبة العيش ربما جعلتهم في تلك الأماكن، لكن هم لديهم النية. أيضا وضع السعودية، يعني الآن التشاديين مشوا سنتر أفريق، مشوا نيجيريا، مشوا السودان، أصبحوا مواطنين في تلك الدول، يعني الدول تسهل عملية التجنس وكذا والاندماج. لكن الموجودين في المملكة العربية السعودية أنا أعتقد يعني محتاجين لهذه التخصصات، لهذه التخصصات التي تلبي سوق العمل. يعني نحن الآن عبر تخصصات التجارية المرتبطة بالبنوك، بالعلاقات العامة بالصحافة والإعلام، العلاقات السياسية، التاريخ، الفلسفة، علم النفس، هذه كلها تقريبا يعني من الأشياء المحببة جدا في سوق العمل الخليجي أو في تلك المنطقة بشكل كبير. فلذلك أنا أعتقد أن الإخوة في السعودية لديهم وضع خاص جدا جدا، ونحن نهتم بهم اهتمام بالغ جدا باعتبار أنهم يستحقون هذه الخدمة، وإن شاء الله سنصل إليهم إن شاء الله، وسنكون عند حسن ظنهم إذا هم أرادوا أن يتعلموا وأن يتحصلوا في مؤسستنا، فنحن
نحن جاهزين جدا وان شاء الله. جميل، دي بشرى كويسه جدا. نعم. اللي بيسمعه وشاهده، وانت كنت سبب في هذا بصراحه. انا يعني المتابعه الحلقات التي انت اجريتها مع الاخوه في السعوديه، يعني هذه لم تكن مجرد حلقات، يعني اي شخص ينظر لهذه الحلقات عباره ان تسلطت عن مشكلات، لمست مشكلات لهؤلاء الناس، ونحن الان نحاول نتمنى النجاح ان شاء الله، نتمنى لكم النجاح والتوفيق ان شاء الله، ولكل المعاهد والجامعات العليا الموجوده في تشاد سواء التابعه للدوله او الخاصه. دكتور، الكلام ده بينطبق ما مش جامعه تشاد، بينطبق على كل الجامعات الاخرى. هسه حاليا انت بتقول لي المؤسسات التعليميه الخاصة أحيانا قد لا تلتزم ببعض الشروط وبعض المعايير التي من المفترض أي مؤسسة تعليمية تلتزم بها. أن إحنا لو قلنا المؤسسات الخاصة دي لابد يجب عليها أن تواكب التعليم الحاضر الموجود حاليا في سواء في البلد في تشاد أو في الدول الثانية، شنو الشروط اللي ممكن يجب عليها أن تلتزم بها حتى تخرج لنا جيل صالح ممكن أن يبني هذه أو هذا البلد إن صح التعبير؟ أول شروط لابد أن تراعي السياسة التعليمية للدولة. السياسة التعليمية للدولة. السياسة التعليمية للدولة. هذه واحدة، هي جاءت لتقدم خدمات لهذا المجتمع. الشيء الثاني لابد أن تدخل تحت مراقبة. طبعا هناك إدارة خاصة للتعليم الخاص في وزارة التعليم العالية، وهناك إدارة خاصة للتعليم في وزارة التربية الوطنية. وهناك لجان تتابع. هذه المؤسسات ماذا تدرس، ما هي المناهج، وترفع تقارير عنها. هذا لابد ضمن هذا، ولابد أيضا لها الحق، الوزارات المعنية لها الحق بأن تعرف ما هي شروط التكوين، ما هي المحتويات التي تدرس، وسائل التقويم كيف تقوم، ما نوع الدرجات التي تعطيها. مثلا أقصد لك نموذج، يعني مؤسسات التعليم الخاصة تركز في تخصصات معينة، مخصصات علمية كما ذكر الآن دكتور مالا، علمية تجارية كذا، لكن لو جئنا لا نجد مجالات أدبية، مجال التربية، مجال يعني اللغة، مجال الآداب، مجالات أخرى لا توجد أصلا. فهذه أيضا مشكلة، إذا كان تريد أن تأخذ تحل مشكلة المجتمع تأخذ برمة هذه. أيضا المشكلة الثانية، المؤسسات التعليم الخاصة إذا أرادت أن تقدم خدمة لهذا المجتمع ينبغي عليها أيضا أن تركز على التكوين النوعي وليس العددي. النوعي. التكوين النوعي. التكوين النوعي. يقصد به شنو؟ يقصد به بأننا نركز على الكم وليس على الكيف وليس على الكم. بمعنى ليس بالضرورة عندنا أرقام، لكن نريد يكون عندنا تأهيل، إعداد. هذا الإعداد بقدر ما يمكن أن نعد هذا الطالب بكما يسمى إعداد متكامل. متكامل الشخصية، مرتبط بتاريخه، مرتبط بمجتمعه، يعرف شيء عن تراثه، يعرف شيء عن احتياجات هذا المجتمع، يكون عنده ولاء لهذا الوطن، يكون عنده كذا. ليس بالضرورة إنسان يعد في بيئة ضيقة له خبرة معينة محدودة في إطار. هذه هي الإشكالية جدا، لابد أن تخرج من إطارها الضيق وتكون هذا الطالب تكوين من حيث الاتجاهات، من حيث الأفكار، من حيث يعني ماذا نسميه المفهوم العام، من حيث أدائه ويسوي واجبه وحقوقه. هذه أيضا ضرورية جدا. جميل، لكن دكتور التخصصات العلمية والتخصصات النوعية أيضا مطلوبة في سوق العمل. أنت بتقول لي المؤسسات الخاصة دائما تركز في التخصصات العلمية وهي دي مهمة جدا، لكن الملاحظ في الدول الثانية، الدول الآن إحنا شفناها، الدول الثانية مثلا في مصر على سبيل المثال، الناس بيرغبوا في الدخول في كليات الهندسة وكليات الطب، وكليات الهندسة وكليات الطب دي هم بسموها كليات القمة. الإنسان لا يستطيع أن يدخل كلية الطب ولا كلية الهندسة إلا إذا كان جاء بدرجة 95% أو 98%، 98% في شهادة ثانوية، وده مستحيل في تشاد. ده مستحيل في تشاد، يعني عندنا 70,000 شخص بدخلوا شهادة البكالوريا ما في فوقهم زولكي بيجيب 98%. ده ذات أيضا ألا يجب أن نضع نقاط تحت الكلام ده؟ يعني هل يعقل 70,000 تلميذ بدخلوا شهادة البكالوريا
وزول كيفكم كي بيجيب 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 98% يعني اكسلانس ولا بيجيب شهاده ال بيجيب تري بنك ما في لا يجب ما يجب النظره في الكلام ده. لكن انا لو سمحت لي استاذ علي هنا يعني المقارنات بهذا الشكل انا اعتقد انها غير منصفه لنا كمجتمع تشادي. يعني الان حديثك عن مصير وغيرها من الدول صحيح نحن يعني كلنا نشعر بتدني التعليم في بلدنا، لكن نحن اذا نظرت الى حقيقه امرنا تشاد هذه البلد الذي نال استقلاله عام 1960 من كان موجودا عام 1960؟ يعني نحن يعني بدانا بدايات ضعيفة للغاية. أنا أعتقد الآن النتائج التي نحن موجودين فيها هي منطقية مع وضعنا. يعني هذه الفترة من 1960 حتى الآن ليست الفترة الكافية حتى نحن نكون في مركز واحد مع دول مثل مصر وغيرها، لكن هذا لا يعني أننا لا أننا ما قمنا ما في مقارنة ما في مقارنة بينك أنت وبين ذاك، لكن أنت ما دام بتدرس في منهج عندك بروجرام قدامك، يعني هل يعقل كونه ذول كي من الطلبه اللي دخلوا الامتحان دول كي يوصل الى الدرجه دي ما فيه؟ ما اين المنهج الان؟ يعني نحن استضفتنا قبل عامين تقريبا انا والدكتور عبد الهادي وله التحيه السيد مدير المناهج كوري بكر، يعني الان نحن في طور المناهج، يعني تخيل يعني الان يعني نحن يعني انا الذي امامك انا قرات في الصدقه السودانيه الذين درسوا في الكويتيه ما في المصريه وانت في المصريه، يعني حتى الان هذا موجود كوكتيل. فبالتالي يعني لا اعتقد هذه الاشياء منطقيه، وهذا يجعل من ان مساله التعليم سواء كان خاص وعم نحن محتاجون لكل هذه المؤسسات لتكتمل الصوره. يعني علينا الوضع حاليا وصلنا فوق ده الوضع المعقول، يعني احنا قطعنا خطوه كبيره جدا في مجال التعليم. نعم في تشاد. نعم انا اعتقد ذلك دكتور. اظن يشير اليه المخرج الوقت او اوشك الانتهاء، لكن في بعض النقاط لابد يجب علينا ان نمر عليها مرور الكرام. الوضع اللي وصلنا عليه ده دكتور بيقول وضع معقول، يعني تشاد اليوم خطط خطوات كبيره جدا في مجال التعليم، سواء التعليم الجامعي او التعليم الثانوي او التعليم الاعدادي. شنو اللي ينقصنا عشان حتى تكتمل الصورة؟ شنو اللي ينقصنا من المؤسسات التعليمية حتى نستطيع أن نقول أن نحن الآن نمشي في الاتجاه الصحيح؟ اللي ينقصنا هو زي ما ذكر الآن المنهج الموحد. المنهج الموحد والمعلم المعد. المنهج الموحد والمعلم المعد. المعلم يا أخ علي هو يعني روح المؤسسة التعليمية، و ايضا يعني هو عباره عن حجر الزاويه. الاعداد المعلم هذا ليس بالامر السهل حقيقه. الاعداد يكون اعداد ثقافي، اعداد مهني، واعداد اكاديمي، اضافه الى الخطه المستقبليه. الخطه هي استراتيجيه بعيده المدى، يعني خطه لعشرين سنه، يعني خطه مهاتير محمد على سبيل المثال. ايوه ماليزيا. خطه تحتوي داخلها عدة جوانب، عدة، ومن ضمنها هذا المعلم الذي هو الروح كما ذكرنا، يريد في نهاية المطاف يكون عندنا مخرجات. هذه المخرجات هي عبارة عن شخص يحمل ثلاثة جوانب. أولا الواجب الوطني. الواجب الوطني. الضمير المهني والوازع الديني. الواجب الوطني والضمير المهني والوازع الديني. هذا الإنسان إذا وجد فيه هو بنفسه يستطيع أن ينمي هذا المجتمع. تمام، لكن في وجهة نظرك انت بصفتك انت انسان مسؤول وانسان ايضا مدرس من الطراز الاول، هل الاشياء اللي انت ذكرتها دي كلها ممكن تكتمل لنا في السنوات القليله المقبله؟ السنوات القليله بصوره، انا لست من الطراز الاول، لكن لا ليس بسهوله، ليس من السهل جدا، هذا يحتاج الى وقت طويل جدا. يحتاج الى دراسه، يحتاج الى تخطيط، يحتاج الى امكانيات، واضح الكلام، ويحتاج الى يعني تحليل دقيق للوضع التعليم الذي نحن فيه، ثم بعد ذلك نقوم بماذا نسميه بتقويم. وبعد ذلك نعطي نتائج، وبهذه النتائج التي تساعدنا في تطوير هذا التعليم. اذا تطوير لمن حينا الغير موحد قديما قبل 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 انشاء المركز الوطني لاعداد المناهج، يعني قبله
أن إحنا كنا بنعاني من المناهج. أنا بندرس في منهج مصري، أنت بتدرس في منهج سوداني، هو بدرس في منهج ليبي، وكوكتيله في الأخير بنجتمع في آخر المطاف من ينتهي شهادة ثانوية في نفس الأسئلة. المنهج المختلط أو الكوكتيل ده هل له أثر في الوضع أن نحن نعيشه حاليا؟ نعم، تعدد المناهج هذا له أثر، لأن الذي يدرس منهج مصري يكون يتأثر، الذي يدرس منهج سعودي يتأثر، منهج ليبي يتأثر، وهكذا. لكن هناك قاسم مشترك لأنه كلهم تشاديين، كما ذكر يعني ما لا حكار بأن الوطنية يعني تجبر الناس بأن هناك قاسم مشترك، والبيئة أيضا فهذه هي. وإلا حتى الآن لم نرى أثر يذكر للمنهج التشادي. والموجود الآن حقيقة، أنا أقول لك هذه الحقيقة، عائش مع الأساتذة مع المعلمين، أحيانا الأحد نمشي نحضر الطابور نعيش الأساتذة، نسألهم، نكون قريب منهم، نسألهم عن المنهج كيف يطبق. عندهم إشكاليات كبيرة كبيرة جدا، لأن المنهج وضع وليس له مرشد، ليس له دليل. واضح الكلام، نجم صادق سر كذا، إشكاليات كبيرة جدا حتى الآن يدرسوا بالمناهج القديمة. جميل. نعم. دكتور، أظن الوقت انتهى. أستاذ حجار مهلا حجار، الكلام اللي ذكره دكتور عبد الهادي بالنسبة لصفات المعلم، صفات المنهج، عندك فيها أي إضافة ممكن؟ أنا أعتقد أن المؤسسات الخاصة هي لديها يعني ظروف أفضل لاختيار أفضل الكفاءات في التدريس. الآن الحكومة هي توظف الناس، ربما توظف أتى إلى التعليم شخص ليس من أهله، فالآن التوظيف العام أشبه بحاطب الليل، يعني لا نستطيع أن نميز. لكن المؤسسات الخاصة أعتقد لديها مساحة أفضل في أن تختار الأشخاص الذين لديهم الكفاءة. وأنا أقول مدام أننا في الطريق، يعني الآن إذا نحن موجودين في الطريق الصحيح سنصل يوما ما. سنصل يوم ما. إذا سنصل كان يوم في الطريق الصحيح. نعم. نصل يوم. هذا الذي يهمنا، أننا في الطريق الصحيح، فإن شاء الله تمام. إذا كان قلنا المؤسسة العامة تبع للدولة دوت أهل من المناهج غير موحدة والكلام ده قلناه، وأسا أنشئ المركز الوطني للمناهج ممكن يحل المشكلة دي، لكن أنتوا كجامعة هيك تشاد منهجك شنو؟ نحن نلتزم كما ذكرت لك، نحن نلتزم بالقوانين التعليم العالي الموجودة عندنا. نحن كمعهد لدينا اتفاقات لوجستية وتعاونية مع معاهد كبيرة جدا، يعني هيك أيام هو معهد في اتفاقية في المناهج مع معهد هيك تشاد بلجيكا. يعني في لا لا لا. الآن لدينا تعاون مع جامعات من تونس من كذا، يعني لا 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 الخاصة. وأيضا نحن أيضا لصيقين جدا بمقررات التعليم العالي في الأشياء التي ينبغي الالتزام بها. أيها السادة المشاهدون، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج قضية الحوار. لدينا أسئلة كثيرة جدا، ولكن الوقت دائما مش عارف، الوقت ضيق جدا، وإن شاء الله سنكمل ما تبقى ونضيف إليه بعض الأشياء إن صح التعبير، وسنتحدث في الحلقات المقبلة عن تدني مستوى التعليم في تشاد بصفة عامة، سواء في المؤسسات الخاصة أو المؤسسات العامة. في نهاية هذه الحلقة لا يسوني إلا أن أشكر ضيفي فيها، وهما الأستاذ حجر ما لا حجر نائب رئيس جامعة هيك تشاد المكلف بالقسم العربي. شكرا دكتور. شكرا للاستضافة. كما نشكر الدكتور عبد الهادي أحمد عبد الكريم مدير الشؤون الأكاديمية بجامعة أنجمينا. دكتور أشكرك. شكر موجه لكل الإخوة المشاهدين أيضا، وإلى لقاء آخر إن شاء الله في برنامج قضية للحوار. وإلى ذلكم الحين استودعكم الله ودمتم في رعايته. شكرا دكتور.